سعد لي صباحكم، شو أخباركم؟ كالعادة روتين الصبح، في بكية للطلالة الحلوة، نشوف شروق الشمس، نسمع صوت العصافير. يومي جبت لكم وصفة جديدة، هي تفاح أخضر مع القرفة، بيتاخدوا على الريق، كتير كتير طيبين وبإذن الله نافعين. التفاح على الريق كويس، له ألياف وله فيتامينات، صيدلية التفاح مثل ما بقولوا. والقرفة معه هي بتنظم سكر الدم، جربوها أعطوني رأيكم، خليكم معي في فيديوهات جديدة، لا تنسوني من اللايك، دعموني.